واحد اثنين ثلاثة أربعة. هاي النغمات لها موقع على المدرج، المدرج الموسيقي مخصص للقراءة والتدوين الموسيقي. شنو المدرج الموسيقي؟ من يعرف ليها؟ نعم. خمسة خطوط تتخللها أربعة فراغات، يستخدم للقراءة والتدوين الموسيقي. احنا طلبنا من كل طالب يحضر لنا دفتر نوطة وملزمة مال نظريات. فاللي أرجو الطالب الجديد شو يسوي؟ ياخذ اللي فاته تقريبا محاضرتين السلم والمدرج. طلبت كتبنا تمرين موسيقي كمثال، طلبت واجب بيتي وجابوا الواجب. بالنسبة للواجبات طبعا عليها درجات، لأنه يقول لك أنت امتحانك من 25 الفصل الأول، 20 للدفتر، وخمس درجات الأستاذ ينطيك إياها أو ما ينطيك إياها حسب التزامك، حسب واجباتك، حسب حضورك مشاركتك. فبالنسبة لمادة النظريات الموسيقية تعتبر أهم مادة في قسم الموسيقى. ليش؟ لأن هي تعطيك القواعد والأصول اللي أنت من خلالها تقرأ وتدون وتنوط. فالنظريات ليش سموها نظريات؟ فيها يعني قواعد تعلمك شلون تقرأ، شلون تكتب، تعلمك لغة جديدة. هي لغة عالمية، يعني الموسيقى، لغة الموسيقى لغة عالمية تشترك بها جميع بلدان العالم. ولذلك من تقرأ الدو والري والمي والفا تقرأها أي شخص في أي بلد آخر نفس ما تقرأ. فبالإضافة إلى أن هناك علامات موسيقية أخذناها اللي هي الروند المستديرة، كم ضربة تساوي؟ أربعة ضربة. والفلانش البيضاء تساوي ضربتان، والنوار السوداء تساوي ضربة واحدة. بالمقابل هناك سكتات موسيقية أيضا إلها يعني علامات. يعني أكو سكتة موسيقية قيمتها الزمنية أربع ضربات يسموها سكتة الرونو. إذا طلعوا بالملزمة، اللي عنده ملزمة حتى تكون مكانها صفحة 13، صفحة 13 طلعتوها. سكتة الرون تسمى البرهة. مكانها وين يكون؟ أسفل الخط الرابع. يعني لو رسمنا هنا المدرج راح يكون هذا مكانه مستطيل ملاصق أسفل الخط الرابع، هاي تسمى البرهة. قيمتها الزمنية بالقراءة أربع ضربات نفس قيمة روند. أكو سكتة أخرى، سكتة البلانش تسمى اللحظة، مكانها يكون
مستطيل ملاصق للخط الثالث من الأحلام. شوف الفرق بين هاي وبين هاي. هاي اللحظة ضربتان بعدين تجي سكتة منوار هي تسمى الزفرة. سكتة منوار ضربة واحدة يعني رسمها ما له علاقة بالخطوط مجرد شكل. هاي سكتة منوار وسكتة الكروش ايضا ما لها علاقة بالخطوط بس هي ترسم على الخط. سكتة الكروش تسمى ذات السن خط مائل واكونا ذيل او سن. هاي نصف ضربة. سكتة دبل كروش ذات السنين ربع ضربة. وسكتة تريبل كروش من ثلاث أسنان ثمن الضربة. وسكتة كواتربل ذات الأربع واحد على 16 من الضربة. هاي كلها بنتجي خلال التمرين أو خلال المعزوفة في هذا المكان أكو سكوت بدون عزف فقط الإيقاع يبقى مستمر. فقط الإيقاع يبقى مستمر. راد يطيق دو ري مي هناك وشو توقف أو سكت هنا تتوقف توقف حسب شكل العلامة. إذا كانت يعني سكتة رون أو كانت سكتة بلانش أو سكتة نوار حسب يعني حسب ما تشوف الرسم. هسه ناخذ مثال تطبيقي مو مثل اللي اخذناه الدرس اللي مضى. راح ندخل بالعلامات والسكتات بس بشكل مبسط يعني لانه انتم هسه اغلبكم بعد ما يعرف هذا الموضوع خصوصا اللي جاي يعني من اعداديه يعني اكو بيكم مثلا معهد فنون جميله عنده شويه علاقه بهذا الموضوع يعني مره على هاي الاشياء او اجتهاد شخصي اكو بيكم بس اغلبكم ما يعرف هاي اللغه غريبه عليكم بعدكم ما ضبطوها. فطلعوا لي دفتر النوطة راح اكتب تمرين حتى تكتبونه وياي. تمرين اخر غير هذا. هذا مثال رقم واحد. اليوم راح ناخذ مثال رقم اثنين راح يدخل في السكتات الموسيقى. كل طالب يجيب ويا دفتر نوطة. هذا دفتر نوطة ومهزمة النظريات ودفتر عادي. هاي بالنسبة لي. لأنه كل درس راح أخليك تكتب. كل محاضرة ناخذ تمرين. Thank you.
هلا اشرح التمرين، انتبه علي. تمرين سولفيج، سولفيج كلمة قلنا معناها قراءة النوتة. تمرين سولفيج رقم 2، دليل الزمني 4 على 4. هذه معناه شنو؟ في كل مازورة نشوف 4 ضربات، 4 ضربات من شكل الانوار، يعني هو 4 على 4. يقول لك قسم العلامة الرئيسية اللي هي الروند إلى 4 أقسام يطلع لك الانوار. كم انوار نخلي بالمازورة؟ 4 انوارات أو ما يعادلها. يعني هنا بلانش بلانش، ضربتين ضربتين، صار 4. غلقنا المازورة. هاي ستة بلانش هم تنحسب ضربتين، وهذا بلانش مي صار 4. غلقنا الفا ضربتين والصول ضربتين، صار 4. غلقنا هذه وحدها 4 ضربات، سكتت الروند، فاوتوماتيكيا هنا نضرب 4 ضربات ونغلق. بعدين المي ضربتين والري ضربتين، صار 4. والدو ضربتين هنا وحدها، وهاي ضربتين صار 4. هذا الشكل يسموه مرجع موسيقي. هذا الشكل من تشوفونه مرجع موسيقي، يقول لك عيد من البداية. أما تعيد من البداية أو تعيد من الشكل اللي يشبهه وين ما موجود في أي مكان. هسه هو ما موجود، فراح نضطر نعيد من البداية. هذا يسموه مرجع موسيقي، راح ناخذه في محاضرة، يعني ناخذ العلامات أو المصطلحات الموسيقية. بعدين نشوف هنا جتنا علامات جديدة اللي هي علامة السوداء، الأنوار أم الضربة الواحدة. دو سي لا صول، غلقنا هاي 4، 1 2 3 4. غلقنا المازورة فا مي ري دو. من نشوف خطين يعني هنا انتهى التمرين، فين نهاية ختام. وإذا خلى لك مرجع آخر أو علامة أخرى تعيد بها التمرين من البداية، هاي راح ناخذها في محاضرة يعني لاحقة، تفهمون شلون تعيد المقطوعة كاملة. أكو علامات أخرى للإعادة. هسه يعني أقرأ لكم التمرين بشكل مبسط. Why?